الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد لأعلى القوات المسلحة، أصحاب السمو والشيوخ، أصحاب المعالي والسعادة، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا جميعا باليمن والبركات. يسرنا أن نرحب بكم في أولى محاضرات شهر رمضان الكريم في مجلس محمد بن زايد الذي دأب على استضافة العلماء والمفكرين والمثقفين في مختلف التخصصات والعلوم من كافة بلدان العالم. الحضور الكريم، خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان لحكمة وغاية فريدة تميزه عن باقي المخلوقات، وهذا الإنسان صنع وفق هندسة إلهية ومنظومة أخلاق وظيفية. ومن خلال القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة نستعرض المعالم الكبرى لصناعة الإنسان فرضا واجتماعا في منظومة الوحي، وكيف يخرج الإنسان الصالح المصلح. للوقوف على الخطوط العريضة بنفس عملي لكل ذلك، يسرنا أن نرحب الليلة بضيفنا الدكتور أحمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية الشقيقة، والذي سيلقي علينا محاضرة بعنوان صناعة الإنسان في منظومة الوحي. الدكتور أحمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء المسلمين للعلماء بالمغرب منذ عام 2006، حاصل على دكتورات الدولة في الدراسات الإسلامية من جامعة القاضي عياض بمراكز سنة 2002. عمل أستاذا زائرا لعدد من الجامعات في هولندا والولايات المتحدة الأمريكية وجامعة زايد بدولة الإمارات. صدر للدكتور عبادي عدد من الكتب والإصدارات ومقالات منشورة في مجلات وطنية ودولية محكمة، إضافة إلى تقلده عددا من المناصب الإدارية وعضويته في عدد من الدوائر العلمية. ولمعرفة المزيد عن ضيفنا لهذه الليلة يمكنكم قراءة المطوية التي أمامكم، كما نلفت عنايتكم إلى أننا سوف نتلقى الأسئلة مكتوبة، وسيقوم الإخوة بجمع الأسئلة في نهاية المحاضرة، علما بأن المحاضرة ستكون باللغة العربية وتوفر أجهزة ترجمة الفورية إلى اللغة الإنجليزية لمن يرغب. والآن اسمحوا لي أن أرحب من جديد بالدكتور أحمد عبادي فليبدأ الحديث، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صاحب السمو معالي الشيخ محمد بن زايد رحمه الله، في هذه الليلة الفضيلة لا يمكننا أن نفتتح مثل هذا المجلس المبارك الذي تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتندهق فيه السكينة إلا بالترحم على الشيخ الوالد زايد رحمه الله تعالى، وأجزل مثوبته على هذا الصرح المبارك الذي أقامه فأهله لأن يكون وحدة قياسية يتعرف فيها على ملامح الطمأنينة والاستقرار في منطقة بات يطبعها قدر كبير من الاضطراب في عالم اليوم. كما أسأل جل وعز أن يمدكم بمدد من عنده وأن يقوي السيد رئيس هذه الدولة المباركة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله وسائر أصحاب السمو والمعالي كل في الموطن والثغرة التي يقف فيها في هذا الواقع الذي يحتاج إلى تشمير وإلى ثني ركب وتقويس الظهور. وما ذلكم إلا أن سنة الله عز وجل في هذا المجال الإنساني هي أن الإنسان قد خلق مؤهلا للكدح. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. خلقنا الإنسان في كبد،
فالذي يريد أن يملأ بطن الراحة بالراحة فلا سبيل له، لا سبيل له. والبركة والتيسير هي أن هذا الجهد يكون بفضل الله عز وجل مأجورا جالبا للسعادتين في العاجل والآجل. لا شك أن هذا الموضوع الذي سوف نحاول ملامسة جوانبه في هذه الليلة المباركة موضوع محوري، ولي شرف عظيم أن أتحدث بين يديكم وبين يدي الحضور الكريم في هذا الموضوع بالذات. صناعة الإنسان في منظومة الوحي. أشعار العرب وأقوالهم لم تعرف اقترانا للفظ الصناعة بالإنسان إلا إذا ند ذلك في بعض أشعارهم قبل نزول آية سورة طه: واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. فقرن الصناعة بالإنسان يفيد أن هناك هندسة كاملة ومقاصد ثاوية بين هذه الصناعة لكي يخرج هذا الإنسان خلقا سويا عابدا لله عز وجل معانقا لسبيل الرشد. وليس هذا في حالة الإفراد فقط، وإنما في حالة الاجتماع أيضا، حيث إن الله عز وجل يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولفظ الإخراج هو نتيجة هذه الصناعة. الإنسان مكن من مرجعين كبيرين، أولهما الكتاب المنظور الذي هو الكون وفيه آيات، وكذلك سماه خالقه وفاطره. ثم ثاني هذين المصدرين أو المرجعين هو كتاب الله المسطور. وإلى القراءة في المرجعين جاء التوجيه منذ أول آية أنزلت: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، قراءة في الكتاب المنظور. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والجميل في كتاب الله جل وعز أننا نجد حتى على المستوى اللفظي والمستوى الجرسي نجد نوعا من التجاوب بين القراءة في الكتاب المنظور وفي الكتاب المسطور. عن الكتاب المنظور يقول الله جل وعز: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الجذر اللغوي هو سخر. ثم القراءة والاستنباط يتم عن طريق التفكر. يتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. في المقابل القراءة في الكتاب المسطور: يسر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وفي مقابل فكر نجد جذرا متماهيا من حيث الجرس: دبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهاتان القراءتان تمكنان من أمرين خطيرين. أولهما هو الاهتداء إلى القدرة على الحركة، وهي القراءة في الكتاب المنظور. القراءة في آيات الكتاب المنظور، الآيات الكونية، تمكن من اكتساب القدرة على الحركة. القراءة في الكتاب المسطور تمكن من استنباط الوجهة نحو القبلة لكي تضاف هذه الوجهة إلى الحركة، فتصبح الحركة متوجهة إلى الله تعالى ممكنة من السجود. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. حين يصل السياق إلى الإنسان نجد نوعا من التفرع: وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. الأمر نفسه يظهر في صورة الشمس: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها. كلها جاءت معرفة لأنها تولد ووحيها معها
وليست عندها مشكلة الوجهة، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر في قراءة ورش، قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. هذا التقدير هو الذي يمكن سائر الكائنات إلا الإنسان من استبانة وجهته واستبانة قبلته دون جهد. حين يصل السياق إلى الإنسان، جاء الإنسان نكرة ونفس وما سواه، لأن الإنسان أنت أيها الإنسان مكلف بإضافة الألف واللام التي تختار لكي تبرز في موطن يا أيتها النفس المطمئنة، وفي آخر إن النفس لأمارة بالسوء، وفي موطن آخر ولا أقسم بالنفس اللوامة. فالإنسان هو المكلف بهذا الاختيار، وهنا يبرز بعد الإرادة. هذا الكدح الذي كلف به الإنسان حيث حمل الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان أمانة إدخال هاديات الوحي إلى مجاله البشري. الكائنات الأخرى تسجد لله تعالى، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض إيتي طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وحي. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، الأرض يوحى لها، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، وحي. لكن طبيعة العمل، عمل الوحي في المجال الكوني، هي بالطوع والتقدير والهداية. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. في المجال الإنساني لا بد من الإرادة. نختم هذه الجولة بمقابلة عجيبة فريدة وردت في كتاب الله بهذا الصدد، صدد مسؤولية الإنسان عن إدخال الوحي إلى مجاله البشري. الله عز وجل في كتابه الكريم يتكلم أزلا عن السبل، فيقول في المجال الكوني: ثم اسلكي سبل ربك ذللا. النحل يسلك السبل ذللا بيسر. في المجال الإنساني: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهي سبل، لكنها في المجال الكوني طوعا وتقديرا وهداية، وفي المجال الإنساني هي عن طريق الكدح والمكابدة، وهو كدح لذيذ حين يستبصر الإنسان بالأجر الذي يرتبط به. إذن هناك صناعة ثاوية سارية في الوحي كتابا وسنة، وقد شمر علماؤنا الأماجد من أجل استخراجها واستنباطها، وسوف نستعرض بعض المفردات من ذلك. هذا جانب، لكن الله عز وجل لرحمته لم يترك سر هذه الصناعة في الجانب الإرشادي فقط، وإنما جلاه في الجانب العملي التطبيقي، فأشخص لنا الأنبياء وأشخص لنا خاتمة الأنبياء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون هو الوحدة القياسية في المجال البشري. فهؤلاء الذين يريدون أن يضطلعوا بوظيفة الصناعة لهم مرجع، لهم وحدة قياسية، حالة السواء. يتحدثون عن الطب باعتباره العلم بالجسد حالة السواء، وبطريقة عمل أعضائه في حالة السواء. كم عدد نبضات القلب في الدقيقة في حالة السواء؟ الكوليسترول في حالة السواء كم تكون؟ الجلوسيد في حالة السواء كم يكون مقداره؟ ثم بعد ذلك يقفون على حالات الاختلال، ثم فرع ثالث إرجاع حالات الاختلال إلى حالات السواء. حين يفتقر الإنسان إلى حالة السواء في المجال البشري يكون هناك مشكل. ولذلك فمن لطف الله تعالى أن حمى هذه الوحدة القياسية للبشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، لكي يبقى هذا النفاد accessibility،
هذا النفاد للوحدة القياسية للاستنباط منها. وقد جهد علماؤنا أيضا للاستنباط من كتب السنة وكتب السيرة ما هي هذه المعالم. إذن عندنا فرعان، فرع إرشادي وعندنا فرع عملي تطبيقي تسهل العودة إليه لاستخلاص هذه الهاديات. يبرز في هذه الصناعة جانبان رئيسان، يمكن أن نصطلح على الأول بالخط التصوري، وهذا الخط التصوري فيه شبكة تصورات وجب نبطها واستخلاصها من كتاب الله سبحانه وتعالى من أجل إمضائها في شكل برامج تمكن الناس من أن يكون مفهوم الخلافة خليفة، أي يخلف بعضهم بعضا، شاخصا وحاضرا بين ظهرانيهم. أول ما يبرز هو هذه التصورات والتي يسميها الألمان فيلتانشونغ، أي كيف أتصور العالم، كيف أتمثل هذا العالم من حولي. وهذا أمر في غاية الأهمية حين يخطئ هذا الركن، أي تجلية التصورات، إبراز وتحرير العقائد بحيث يكون العيش وفق هذه العقائد، لأن العقائد لا يمات عليها فقط وإنما يحيى عليها قبل ذلك. هذا مبحث في غاية الأهمية وهو موجود وقد حرره علماؤنا تحت مبحث العقائد وتحت مبحث التمثلات. جانب ثاني هو القيم والمعايير. هذه القيم وهذه المعايير التي تعاير إليها أفعال العباد وكسبهم وأعمالهم هي في غاية الأهمية، وحين لا تكون أيضا بارزة فإن سلوك الإنسان أفرادا وجماعات يمكن أن يذهب يمنة ويسرح. ثم عندنا جانب ثالث هو الشرائع والتنظيمات، وهي في غاية الأهمية ولا بد من التنشئة بحيث يكون الإنسان قادرا على احترام هذه التشريعات والتنظيمات. ثم بعد ذلك السلوك والتصرف، وهي أمور تضبط بشكل أيضا بين، وقد حرر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الجوانب كلها. ثم بعد التواصل، وهذه كلها نجدها ضمن الأهداف والكفايات التي اشتغل عليها علماء التربية. الخط الثاني هو خط علمي، وها هنا نجد ضمن هذا التصميم وضمن هذه الهندسة التي في كتاب الله عز وجل نجد التنبيه إلى أن الإنسان مكلف بأن يبصر، وهناك وعيد متصل بعدم إعمال هذه الآليات وهذه الأدوات. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها. حين لا يكون الإعمال لهذه الآليات فإن الإنسان يكون فعلا قد ضيع فرصة القبس من الكون واستخلاص هذه الهاديات من الكتاب المنظور لإدماجها في بنيانه التصوري والسلوكي. تبرز ها هنا جملة من مراتب الوجود يتعين على المربين وهم بصدد صناعة الإنسان أن يحترموها. فالنقل من مرتبة إلى مرتبة يحتاج إلى جملة من المهارات ومن الكفايات. الوجود العيني المشخص وهو عين هذا الوجود، إن لم نربي الناشئة على حسن الإصرار وهو ما جاء الذم بعكسه، ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. ثم هذا الوجود، هذه المرتبة من مراتب الوجود العيني المشخص، حين ننقل إلى الوجود الذهني لا بد أن يكون هناك نوع من الدقة، لأنه تحصل انكسارات معرفية cognitive refractions. حين لا يكون التعليم لكيفية الإبصار وكيفية السماع قد تنقل المعلومة خاطئة إلى الذهن، الوجود
الذهني. ثم وجود ثالث هو الوجود الشفهي، حين أخزن المعلومة وقد قارفها انكسار معرفي، حين أنقلها سوف أنقلها منكسرة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يشفع بالمعلومة في كثير من الأحيان رسوما بيانية، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام حين رسم مستطيلا ورسم وسطه خطا صغيرا ثم خطوطا عن اليمين وعن الشمال وخطا طويلا خارجا من هذا المستطيل، فقال عن الخط الصغير هذا الإنسان، وقال هذا المستطيل الذي يحيط به هو أجله، وهذه الخطوط الصغيرة هي الأمور التي يخضع لها الإنسان، إذا أخطأه هذا أصابه هذا، ثم الأمل يخرج من هذا المستطيل، طول الأمل بالنسبة للإنسان. وقد ينزل عليه الصلاة والسلام إلى حفرة فيها جذي ميت متحملا عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي الرائحة، فيمسك بأذن هذا الجذي ويسألهم من يشتري مني هذا الجذي بدينار، فيسكت الصحابة رضي الله عنهم، ثم يقول من يشتريه مني بدرهم، فيسكت الصحابة رضي الله عنهم، فينطق أحدهم رضي الله عنه فيقول يا رسول الله والله ما يود أحدنا أن يكون له هذا الجذي الميت بدوني أو بلا شيء، فقال لله عز وجل أزهد في دنياكم منكم في هذا الجذي الميت، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام حريص على أن تنقل المعلومة بدون انكسارات معرفية. يجب علينا معاشر المربين أن نعلم أبناءنا كيف ينظرون، كيف يسمعون، كيف يلاحظون، كيف ينقلون ما يلاحظونه على الورق خطا أو رسما. هذا الرسم ليس أمرا ترفيا، وإنما هو أمر يدرب على هذا التكامل بين حواس الإنسان لكي ينقل الأمور والمفردات من الوجود العيني المشخص إلى الوجود ثم إلى الوجود الشفهي ثم إلى الوجود البناني الكتابة، الآن الوجود الافتراضي. وكم يا لكم من الانكسارات المعرفية تقارف هذه الأمور، التخزين للمعلومة، الاستدعاء للمعلومة، كل ذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص عليه مع صحابته رضي الله عنهم، التوظيف للمعلومة، الاستنباط، الاستشراف، وهو يحفر الخندق عليه الصلاة والسلام في غزوة والظرف والسياق كان ظرف تهديد، حين يضرب بالفأس فتنقدح شرارة من صخرة فيقول عليه الصلاة والسلام الله أكبر، فتحت القسطنطينية وهو في حصار عليه الصلاة والسلام لكي يفتح أبواب الأمل، هذا الاستشراف الذي يشحد الهمم ويقطبها. نجد في صناعة الفرد جملة من المقتضيات، وهي تبرز في مثل قوله تعالى قالت يا أبتي استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، نجد القوة والأمانة، وهذه القوة ليست مقتصرة على بعد واحد، فهي قوة في العقل، قوة في الروح، قوة في الخبرة والتجربة، قوة في الإرادة، قوة في القدرة على التسخير مثل ما يبرز مع ذي القرنين في سورة الكهف، ثم قدرة وقوة في الجسم، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير، وفي كل خير، أي أننا ننشئ أبناءنا على هذه القدرات التي تجعل من هذا الإنسان إنسانا فعلا راشدا قادرا على استثمار أنفاسه في هذه الحياة بشكل يكون فيه مع كل لمحة ونفس مقتربا من الله عز وجل. صناعة الإنسان من الناحية النظرية قد نطيل فيها القول، لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. صناعة الإنسان في هذا السياق الراهن الذي نحيا فيه سياق مرت فيه موجات كما يقول العلماء الراصدون لتاريخ الحضارات، موجة أولى هي موجة
التصنيعي الأول والزمن النحاسي وقبله الزمن الفلاحي، ثم بعد ذلك تأتي الموجة الثانية التي هي هذه الصناعة الثقيلة، ثم الموجة الثالثة كما عرف ألفن توفلر وتوماس فريدمان وغيرهم في التي تمثل في الرقميات، والتي قال عنها توماس فريدمان في كتابه The World is Flat، العالم مسطح، أن عصر مسطحات نقلت العالم من المتناهي الكبر إلى الكبير إلى الصغير إلى المتناهي الصغر. الآن نعيش موجة رابعة هي موجة النانو تكنولوجيا. المسلمون في هذا الخضم حملت أمانة، ويا لأحسن وأبدع ما قاله الإمام الشاطبي أبو القاسم بن فره في حرز الأماني حين قال: فزاحم بالذكاء لتفضله. هو تنافس لا يراد به التنافي، وإنما يراد به التعارف، لأن هذه المنظومة التي في الوحي والذي وجهنا إلى هذه الرواسم وإلى هذه التصميمات التي يصنع بحسبها الإنسان يقول لنا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. جلال الدين ابن الرومي رحمه الله يتحدث عن الخبرة المتفرقة في الأمم، فيقول: مثل هذه الأمم كمثل أشخاص دخلوا بليل غابة فصادفوا فيلا في طريقهم لكنهم لم يكونوا يبصرونه، فلمس الأول ساقه فقال: هذه لعمري سارية، ولمس الثاني بطنه فقال: هذه قبة صخرية عظيمة، ولمس الثالث خرطوما فقال: هذا ثعبان. يقول: البشر في خبرتهم بالكون وبالحياة مثل هؤلاء الأشخاص الذين دخلوا هذه الغابة، ولا تكمل الصورة ولا تكمل المعرفة بهذا الفيل إلا بتكاملهم جميعا. الكعبة سماها الله عز وجل كعبة من مكعب، ولكنها تجسد القبلة وتجسد افتقار الإنسان لأخيه الإنسان، فالذي يفد إلى هذه القبلة يفد إلى جانب من جوانبها الستة، والآخر يرى جانبا والآخر يرى جانبا، ولذلك شرع الطواف لكي أنظر إلى الجوانب الأخرى، وبعد الطواف عرفة، وفي عرفة يحصل هذا التأثيل ويحصل هذا التراكم الذي تنتج عنه الإفاضة. فإذا أفضتم من عرفات فيض تكاملي بين بني البشر، هذا الفيض طواف الإفاضة، تكون أول جمرة هي جمرة العقبة، فيض يذلل العقبات. والأسماء في هذه الشعيرة، شعيرة الحج المباركة الركن، ليست اعتباطية وإنما هي توقيفية، تدل على أن الإنسان مع أخيه الإنسان وجب أن يكون في تعامل مع هذه القبلة التي تعطي المعنى للحياة، مثل حركة الدماء في الجسد الواحد تتجمع في القلب بالخبرات التي تأتي من مختلف أصقاع هذا الكويكب، ثم ترجع إفاضة بخبرات جديدة، وهي تشبه حركة النبض الذي للفؤاد في اليوم وفي الليلة. هكذا أمرنا أن نتمثل هذه التنوعات الشاخصة في هذا الكون الذي نعيش فيه. بعد هذه الموجة الرابعة عندنا ظاهرة جديدة في هذا الكون، ولا يمكن لمن يروم صناعة الإنسان في السياق العولمي المعاصر أن يذهل عنها، وهي نهاية برج بابل وتبلور كوكب من اللغات الظاهرة كاللغة العربية والإنجليزية والإسبانية والصينية والفرنسية وغيرها من اللغات الظاهرة، فطفق الناس في هذا الزمن قادرين على أن يتفاهموا فيما بينهم، أن يتناقلوا همومهم، أن يتناقلوا خبراتهم، أن يتناقلوا جمال ثقافاتهم، أن يتناقلوا رؤاهم من زواياهم المختلفة التي راقبوا منها هذا الكون والحياة والأحياء خلال ألفيات من السنين، أصبح من الممكن أن يكون هذا التأثير.
إذا لم يراعى هذا في صناعة الإنسان في الزمن الراهن فإننا سوف نفوت على ناشئتنا الشيء الكثير. أيضا القدرة على صوغ الأذواق، في أسابيع قليلة أصبحت تظهر موجات اليوم عن طريق المواقع الاجتماعية في أسابيع قليلة، وقد كانت تحتاج إلى قرون من أجل أن تتأثل بهذا الشكل الذي أضحينا نراه الآن. هذا مجال للقوة الاقتراحية، لأننا وكما يقول العلماء فقهاء أو متكلمين نعيش حالة خلف. نحن نقول للعالم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وحين ينظر العالم إلى حالنا لا يرانا معانقين للتي هي أقوم. هذا خلف، ويلزمك من الزمان لكي تشرح أننا لم نضبط آليات الاستنباط من القرآن المجيد ومن السنة النبوية، أننا في الجانب العملي تخلفنا عن كيفية التطبيق، وأن أبولوجيز كما يقول الإنجليز. وهذا لا يغني، لا بد من حالة أنموذج، لا بد من حالة أنموذج. وهذا البلد من البلدان المباركة المرشحة لكي تزيل حالة الخلف هذه، أي أن يصبح من الممكن رصد حالة فيها تجليات أن هذا القرآن يهدي فعلا للتي هي أقوم. إذن ها هنا مجال للقوة الاقتراحية، مجال متجدد لهذه القوة الاقتراحية يمكن أن يرفع حالة الخلف هذه. طبعا واقعنا واقع معيق، والمؤسسات التي كانت حارسة على صناعة الإنسان أصيبت بأضرب من الارتجاجات. ومن أبرز هذه المؤسسات بالإضافة إلى مؤسسة الحكم عندنا مؤسسة العلماء، المؤسسات العريقة والتي عانت من جملة من التنمرات، تنمر قوم رفعوا لواء الصفاء والعودة إلى النص بطريقة مباشرة، ويزعمون أنه من الممكن الوصول إلى جوهر النص دون الاحتياج إلى اجتهادات العلماء السابقين، فكأنهم أرادوا أن يضربوا بعرض الحائط كل المذاهب وكل الاجتهادات بدعوى هذا الصفاء. هذا ارتجاج أول، وقد بدأ منذ ما يزيد عن 50 أو 100 سنة. التنمر الثاني هو تنمر الإصلاحيين، والذين بدأوا في وقت مبكر من نهايات القرن ما قبل الماضي 19 وبدايات القرن الماضي في الأستانة، ظهرت أصوات بدأت تشكك في قيمة هذا الوحي الذي يمكن من صناعة الإنسان، وأصاب هذه المؤسسة بما أصابه بها، وقد رأينا تجليات ذلك الكبرى سنة 24 و900 و1000. التنمر الثالث وتنمر جماعات هوياتية أصبحت تنعت مؤسسات العلماء بأنها مؤسسات هي حليفة للبلاطات وحليفة للحكام ولا تتحمل مسؤولياتها في مجال التأطير للناس بطريقة معينة. وهناك إخوان لنا أيضا نعتوا هذه المؤسسة التقليدية بأنها عبارة عن جيوش من الموظفين الذين لا يملكون من أمرهم شيئا. هذه أمور تحتاج إلى جهد من أجل أن يعاد ترميم هذه المؤسسة الحارسة والتي تكون إلى جانب الحكام. نسأل الله عز وجل يمدهم بمدد من عنده قادرين على أن يؤطروا هذه الحشود المؤهلة لتحصيل كما يقول الراغب الأصفهاني السعادتين في العاجل وفي الآجل. في القرآن المجيد نرى حديثا عن سورة النحل، فهي سورة تبرز وتظهر أن هذه الكائنات الصغيرة إنما تستطيع الوصول إلى إنتاج الشهد وأحلى ما يمكن أن يطعم، لأنها تعيش حالة وحدة وحالة تضافر فيما بينها. ويبرز في السورة نفسها الحديث عن سيدنا إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله شاكرا لأنعمه
ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. الإنسان الأمة. بعد ذلك جاءت مرحلة الآل، وفي مرحلة الختم أصبح عندنا مفهوم الأمة، وهي من الأمم، وهي تسمية بديعة وجب أن تراعى ونحن نقيم صرحها، تسمية بديعة فيها أن هذا التجمع البشري له قبلة يقصدها. من أم يا أم، والإمامة مجترحة مشتقة من هذا اللفظ. والإمام في عالم الطير، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. الطير الإمام يكون هو الأبصر بالآيات أثناء الهجرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى لكي يكونوا قريبين من الإمام. هذا العمل الذي يعمله النحل يجعله أمة تقصد قبلة إنتاجية. البشر في مرحلة الختم أصبحوا قادرين على الأداء المشترك. وهنا الحديث عن الأمة المصنوعة بهدي الله تعالى وتطبيق رسوله صلى الله عليه وسلم. أمة مخرجة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أي أننا أصبحنا قادرين على أن يكون عندنا أداء اجتماعي. هذه الأمة يتم الحديث عنها باعتبارها جسدا واحدا. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المطلوب نحت صوغ تجمع بشري يصبح كالجسد الواحد، كالبنيان، كما في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشد بعضه بعضا، في رواية الفربري وفي رواية الكشميهني يشد بعضهم بعضا. أي أن هذا الجسد يصبح عنده قدرة لرد الأمور الضارة، وهو النهي عن المنكر، نفي المنكر. لا يبقى الشر قيمة مطلقة، وإنما يصبح عنده نوع من التحول حين يدخل إلى حما هذه الأمة، فهو منكر وهذا الجسم يرده، وكما يرد الجسد الميكروبات والفيروس بالحمى وبالسهر. هذا المثال وهذا النموذج بالفعل يحتاج إلى نوع من الكدح لكي ننتقل من حالة الشتات إلى حالة الأمة الجسد التي يكون أداؤها أداء مجتمعا. في آخر سورة النحل يقول الله عز وجل إرشادا إلى الكدح الكامن لبلوغ هذا المثال الذي هدت إليه هذه الصورة: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لشحذ الهمم وللعمل من خلال نحت تضاريس عقلية تمكننا من التقاط هذه الهاديات الثاوية في كتاب الله عز وجل. القرآن المجيد لا يسلم كنوزه إلا لمن ثنى ركبه وقرر أن يكدح. أثر عن الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه في الجنة أنه قال: ذلكم القرآن فاستنطقوه، وإنه لن ينطق، وإنما هو فهم ومحاولة تسوير، كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود. أيضا السنة النبوية المطهرة فيها هاديات لكنها تحتاج إلى تسوير. نحتاج يا صاحب السمو، أصحاب السمو، أصحاب المعالي للحضور الكريم، إلى أن نعيد القيمة لأخلاق الكدح والمكابدة في وعي بسياقنا الراهن، وفي حرص على إزالة الخلف. ومرة أخرى هذا البلد المبارك الكريم دار زايد رحمه الله ورضي عنه مؤهل لكي يكون من البلدان التي تزيل هذا الخلف. أسأل الله العلي العظيم أن يزيد في مددكم، وأن يكرم نزلكم، وأن
لا يحرمنا وإياكم من بركات هذا الشهر الفضيل المبارك، كما نسأله جل وعز أن يجعل هذا البلد بلدا رغدا رخاء وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.